السلام عليكم المشاهدين القناة، مرحبا بكم. فيديو جديد، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا اموركم؟ هانيه، كي دايرين الاجواء عندكم؟ كاينه شي استيواء؟ اي والله يرحمنا، الحمد لله. جمعتكم مباركه، اليوم الجمعه، الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين بصالح الاعمال يا ربي. كما كتعرفوا جميع، هنايا في المغرب حنا مولفين كنوجدوا الكسكسو نهار الجمعه، عيد المسلمين، اللهم لك الحمد. كما مولفين في تقاليدنا المغربيه، الحمد لله، نهار الجمعه كنديروا الكسكسو، كنديروا البخور الجاوي والعود والريحان، الحمد لله. كنلبسوا القفيطين لبسه بلديه، كنفرحوا كيكون عندنا نهار العيد، الحمد لله، الله يتقبل الاعمال منا ومنكم ومن جميع المسلمين يا ربي. مرحبا بكم، فيديو جديد، روتين جديد. كما كتشوفوا معايا الخضيره موجوده، الخضيره ديال الكسكسو، الخضيره المتنوعه ديال الموسم، ديال هاد الوقيته هادي ديال البرد، كتكون الخضيره طريه وزوينه ومتنوعه. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا خيزول، لفت صفرا، حتى هي كتعطي واحد الرائعة للكسكسو، والمحفور حتى هو ديال الموسم، ديال هاد الوقيته ديال البرد، كيكون زوين، كيعطي الرائعة للكسكسو، كيجي رائع. وهاد القرعه حتى هي ديال الدركموز، حتى هي كتجي في الكسكسو زوينه، كتعطيه اللذة. وبطبيعة الحال مطيشه حتى هي ضروريه في الكسكسو. وعندي هنايا هاد الكوسه او القرعه خضراء صغيره او الكروجيت، ولا واش كيسميها، اللغات تختلف من البلاد لبلاد ومن مدينه لمدينه. والحمد لله، هاد القريعات هادو الصغيورين او الكروجيت غادي ان شاء الله نشارك معكم واحد الطريقه كنوجدهم بها، كيجيو رائعين وكيعطيو منظر غزال للقصريه او الطبيصيل ديال الكسكسو، واحد المنظر رائع. هنايا حطيت الحمص، درت له شويه الماء سخون بعد ما خرجته في المجمد، باش هكايا دغيا تلق ليا باش نوجد ان شاء الله القدره ديالي، بشويه ديال الحيمه وهاد الخضر اللي شفتو معايا متنوعه. كيجي الكسكسو تبارك الله ما شاء الله لذيذ، وفيه خضر متنوعه اللي فيهم فوائد كثيره لصحتنا وصحه الوليدات ديالنا. كنوعوا لهم وكندوقوا لهم هاد الانواع كامله ديال الخضر باش يولفوهم من الصغر مزيانه لهم. هنا على بركه الله، بسم الله، بديت غادي نوجد الكسكسو. درت هنايا السميد الغليظ، غادي نوجد السميد الغليظ وشويه ديال التشيشه كما كتشوفوا معايا، درت ليها الماء باش تشرب الماء مزيان، عاد غادي نديرها تفور التفويره الاولى والثانيه والثالثه، باش كتوجد ان شاء الله طريقه سهله بحالها بحال الكسكسو او السميد. بنفس الطريقه كنوجدهم ثلاثه ديال التفويرات حتى كيتفوروا مزيان، كيشبعوا الماء. هنايا بعد ما فورت السميد الطفيره الاولى، غادي ندير ليه شويه ديال الماء وغادي نردو. هنايا حطيت القرعه، هي الاخرى غادي نديرها لانها دغيا كطيب، ما كنزربوش عليها. بعد ما درت الكسكسو هنا غادي نوجد القرعه، بعد ما غسلتها كنحيد لها شويه هكايا هاد الرويس، كنحيد لها غير شويه من الفوق هنايا باش كنخليها هكا صحيحه مزيانه باش تعطينا الديكور اللي بغينا. كما كتشوفوا معايا شويه هكا من هاد البلاصه ومن هاد الجهه حتى هي كنحيد ليها هنايا باش كنخليها هكا مزيانه، وكنغسلوها مزيان كما كتشوفوا معايا بحال هكا، كنقيها بحال هكا، شفتوا كما كتشوفوا معايا هاد الطريقه هادي دابا راه نقيتها مزيان، وكنقطع نقطعها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كنقطعها بشويه باش ما تهرس ليناش وباش ما تخسر ليناش على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، بحال الا غادي نعمروها بالكفته ولا بشي حاجه هكا، كتجي المنظر ديالها زوين بحال هكا كما كتشوفوا معايا. كنقيوها مزيان وكنقادوها وكنخليوها حتى الاخر، عاد كنديروها في طنجره فاش كنديرو المرقه ديال الكسكسو.
حطوهم في الطنجره فاش كنوجدوا المرقه ديال الكسكسو بهذه الطريقه شويه علينا باش ما يتهرسوش، وكنخليوهم يطيبوا غير شويه ماشي بزاف، لانه الا خليناهم يطيبوا بزاف ما كنحصلوش على هذا الشكل. زوين تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا معايا. ودابا ان شاء الله غادي نوجد الكسكسو بعد ما طاب، وغادي نزينه ان شاء الله بهاد القريعات كما كتشوفوا معايا. غادي يجي الشكل ان شاء الله رائع، غتشوفوه معايا. ها هو الكسكسو ديالي واجد، والتيشه حتى هي واجده على حقها وطريقها. فورتها ثلاثة ديال الطفويرات، دابا درت لها زيت العود والسميد حتى هو ها هو تبارك الله ما شاء الله. درت جوج لان الافراد العائله ما كياكلوش ليا كلهم التيشه، داكشي علاش. واخا فيهم شويه تمره وشويه ديال هكا كيديو شويه الوقت، ولكن عائلتي عدبهم راح الحمد لله، هما تاج راسي اللي يخليهم لي ويحفظهم لي. وتبارك الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. دابا غادي ندوز نسقي ان شاء الله، وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالي بالخضار متنوعه ديال الموسم، وبطريقه سهله وزوينه، وبهاد القريعات هادو او الكوسه اللي كيجيو رائعين. كنتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوهم، كيعطيو منظر زوين للقسعه ديالنا خصوصا اللي كانوا عندنا الضياف. عزاز وغاليين، كنبغيو نقدموا لهم شي حاجه جديده، شي حاجه راقيه، شي حاجه معتبره زوينه ولذيذه في نفس الوقت، كتعطي واحد المنظر زوين للطبق ديالنا او القصعه ديالنا. الا كنا درنا الكسكسو كيجي المنظر ديالو زوين تبارك الله ما شاء الله، هكا بهاد القريعات هادو بالخضر المتنوعه المحفور ديال الموسم ديال هاد الوقيته ديال البرد، كيجي رائع في الكسكسو، كيعطيه الضرائعه. كنتمنى الطريقه ديال هاد القريعات هادو تعجبكم، كيعطيو منظر زوين كما قلت لكم. القصريه ديالنا كنديروا فيهم المرقه هكا، اللي بغى مازال يزيد المرقه كيكونوا زوينين قاديين الغرض، وفي نفس الوقت ديكور زوين. كنتمنى تعجبكم الفكره ويعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء فضلا ليس امر. شجعوا هذه القناه ان شاء الله باش توصل على شله، الله يوفق الجميع ان شاء الله، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جمعه مباركه ان شاء الله. شكرا لكم على التعاليق الرائعه باش كتفرحيني دائما، على كلامكم الزوين شكرا لكم بزاف، الله يجزيكم بخير. الى اللقاء في الفيديو المقبل، روتين جديد، شيوه جديده ان شاء الله. تهلاو ليا فرسكم، السلام عليكم.